نشوف الكورس والريليشنز والبرانشز اوف ذا موتور نيرف سبلاي اوف ذا اكسترا اوكولار ماسلز. انا عندي الاوكولوموتور نيرف اللي هو السيرد كرينيال نيرف، هنشوف قصته ايه. كافيرنا الساينس اهو. طب لو فرضنا سمت ستراكشر قدامه لازم يكون الا سوبيريور اوربيتال فيشر، ستراكشر تاني قدامه لابد ان يكون الكومن تندينس رينج، ثم نرسم بعد كده الاي بول، واخيرا هنرسم الستراكشرز اللي قاعده جوه الاوربت، سوبيريور ريكتس ثم من تحت انفيريور ريكتس ثم من جوه كانت الميديال ريكتس، من تحت من هنا كانت الانفيريور اوبليك ماسل. والاوكيلوموتور نيرف كل من الاوكيلوموتور اللي هو الثالث، ثالث كرينيال اقصد، والتروكلير اللي هو الرابع كرينيال، والابديوسنت اللي هو السكس كرينيال، ماشيين مسار تقريبا متشابه. الاوكيلوموتور نيرف جاي منين؟ انا بس بفكر كمان ان في دي الفيترو بالبيبي سوبيريوريس، الاوكيلوموتور جاي من ورا، هيخترق الكافيرنس ساينس، ماشي في اللاترال وول اوف ذا كافيرنس ساينس از موست سوبيريور وان امبيدد ان ذا لاترال وول، يسيب الساينس، يسيب الكافيرنس ساينس اقصد، يدخل منه على السوبر اوربيتال فيشر ومنه على الكومنت دينس رينج، وهناك هنا بعد ما يعدي الرينج هيتفرع لفرعين اثنين، هيتفرع لسوبيريور ديفيجن، واضح ان هي دي العضلات اللي ماشيه سوبيريور اللي هم الليفيتور بالبيبلي سوبيريوريس والسوبيريور ريكتاس ماسل، والتاني كان انفيريور ديفيجن هيدي العضلات اللي جنبه اللي هم مين؟ واحد هيروح للانفيريور ريكتاس والتاني هيروح للميديال ريكتاس والتالت راح للانفيريور اوبليك. يبقى على هذا الاساس كان واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ماسلز من السبعة اكسترا اوكيولار ماسلز كانت بتاخد النرفيشن من الاوكيلوموتور نيرف، يتبقى لي عضلة واحدة اللي هي السوبيريور اوبليك تاخد من التروكليال اللي هو الفورس كرينيال، واللاترال ريكتاس هتاخد من الابديوسنت اللي هو السكس كرينيال، اللي هيمشي مباشرة كورس نفس الكورس اللي مشيه الاوكيلوموتور نيرف ويروح للتارجت ماسل.